كل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت دعوة إلى السلم والسلام، السلام الباطني والظاهري، السلام الدنيوي والأخروي. سلام الباطني سلامة الصدور والمحبة لكل الناس ولكل الكائنات، وسلامة ظاهري أن يكف المرء يده والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، ورواية سلم الناس أيضا هي رواية صحيحة. فهذا السلم الذي طبع حياته سواء في الفترة المكية كما قال الشيخ قبل قليل أو في الفترة المدنية، كانت حياته صلى الله عليه وسلم دعوة للسلم. إذا تحدثنا عن السنة نصوصا وعن السيرة مواقف سنجد السلامة في كل ذلك، في نصوص السنة وفي مواقف السيرة. طبعا السيرة هي جزء من السنة، لا أعلمكم شيئا إذا قلت إن السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعريفات العلماء المختلفة هي قوله وفعله وتقريره، وزاد الشافعي همه أن الهم من السنة، وزاد ابن السمعان وابن القيم الترك، وإن كنت لا أقول بهذا القول وأعتبر أن الترك الذي لم يكن له موجب قول لا يعتبر من السنة. فسنته صلى الله عليه وسلم بأبعادها المختلفة وبتمظهراتها وتجلياتها المختلفة إنما كانت مثالا للسلم ودعوة للسلام. سأذكر هنا ثلاث عبارات: عبارة الإفشاء والقراءة، إذا جعلنا المصدر قرأ قراءة هنا، والبذل. هذه العبارات ثلاث وردت السنة. وبذل السلام للعالم في حديث عمار، حديث عمار ذكره البخاري موقوفا على عمار، لكن كما يعلم رجال الحديث هنا الكلام إذا كان من لم يكن من قبيل الرأي، لا يجوز أن يكون من قبيل الرأي فهو مرفوع، وإذا حكموا برفعه كما ذكر الحافظ حجر، وإن كان رفع من طرق أخرى ليست للقول. وبذل السلام للعالم، بذل إفشاء السلام وإفشاء السلام لمن عرفت ومن لم تعرف، أيضا أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إفشاء السلام كما تعرفون في حديث المحبة: لا تدخلون الجنة، لا تؤمنون، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا أنتم فعلتموه وتحاببتم إفشوا السلام. إفشاء السلام، لقد انتبه الحافظ بن حجر على أن السلام هنا لا يعني فقط كلمة السلام عليكم، وإنما يعني أخلاقا، هي الأخلاق السلام، هي الأخلاق الكريمة التي تؤدي إلى السلام. إذن الإفشاء والبذل وقراءة السلام، أن تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف، يعني على بذل السلام للعالم. وهذه كلمة نادية وردها في الحديث للعالم. العالم عندنا هو كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، تقدم السلام للجمادات، العالم ما سوى الدجال من نوع الأعراض والمعاني كما يقول العلم الكلام. فبذل السلام للعالم ليس فقط للناس ولكن لكل المخلوقات، أن تسالم كل المخلوقات وأن تقدم لهم السلام. هذه العبارات القوية من البذل والإفشاء وقراءة السلام تدل على أهمية السلام ومركزية السلام.